السلام عليكم، اهلا، كيراكم دايرين؟ لاباس؟ مزيان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غدنا ان شاء الله نديرو البقلاوه. هو عندي هنايا اللوز والقرقاع مطحونين، يعني جبتهم هنايا من قبل. صافي، وعندي هنا لي بات فويتي، غندير مع لي بات فويتي وشويه الماء زهر، يعني شويه السكر وشويه القرفه. صافي، هذاك الشيء اللي كاين. المهم كيفاش كتشوفوا اللوز والقرقاع، انا خلطتهم خلطتين عندي هنايا. صافي، دابا غاد ندير واحد شويه د القرفه، واحد شويه. صافي، واحد شويه د السكر، وسي واحد جوج جلفات تاع السكر. صافي، مكترش الحلاوه، السكر مسكين غندير العسل من بعد. واحد جوج جلفات تاع ماء زهر، جيب الزبده باش نجمع هادشي. هنا واحد جلفة ولا جوج جلفات ديال الزبدة باش نجمع ليا هادشي. إوا صافي، وساع هنا أهلي، هنا المفرمش تاعي نديرو. دينايا الزبدة، المهم دير واحد جلفة، دينايا جوج جلفات ديال الزبدة، إيوا صافي. غادي نجمع هاد المقادير هادو ديال لاخر، المهم المقادير ديال هاد المقادير ديال اللوز. صافي، ها هو شتو، يعني حداكم صغير بنادم يديرها، ما ميعجزلهاش كاع. صافي، المهم غنجمع هادشي هذا، عاودي جاوني جمعتو. هاهي هي التخليطة، كانت تخليطة. صافي، دابا غنجيب واحد الوصلة باش غنفرش، هاد لي بات فويتي. ايوا صافي، غادي نكمل معكم الفيديو ان شاء الله يا ربي الحبيب. صافي، المهم انا جبت هنايا واحد الصينيه ديال الفران، ودابا غادي نشعل لي بات فويتي. غادي نفرشها هنايا، نخليها كيغ نتاعها، يعني غنسرحها نفرشها هاد الوصلة هادي ونولي معاكم ان شاء الله يا ربي الحبيب. ايوا صافي، المهم كيفاش كتشوفو راني دايره هنايا هاد لي بات فويتي هادي. هاهي دابا غادي نفرش لها هاد اللوز هذا. صافي، المهم دابا غادي نكب هاد هاد لاخر، هاد اللوز هذا نكبو عليها، نفرشو لها كامل، ندوزو عليها كامل. المهم غادي نقاد هاد اللوز كامل عليها، من بعد غادي نولي معاكم ان شاء الله يا ربي. كيفاش كتشوفوا كيفاش هي قديتها هنايا كامله، يعني هاد اللوز قديتو على هذيك لي بات فويتي، ونزيد عليها واحده اخرى على الثانيه. هي هادي غادي نحيد لها الكيغط، يعني غنغطيها عليها من الفوق. ايوا هذاك الشيء، هاد الشيء كتجي ساهلة بلا ما يقوم راه دغيا ينوض يديرها نوطا توجد تبغى ساعة، الساعة كتكون واجدة. يعني نحاول نقلع لها اللخر ديالها، مانيش نفوقها. غادي نحاول نقلع لها الكيغط ديالها، جبتها من الفريجيدان، غادير ليا بغات دوب واحد شويه.
هاي ايوا صار ماما نحاول نقدها اللي معكم ان شاء الله. المهم كيفاش كتشوفوني يعني قديتها عليها من الفوق كامل يعني كيفاش صافي. دابا غنحاول نجيب شي موس يعني يكون ماضي وغادي نقص نقص. ايوا شاف فرها سهله مالها. المهم دابا غادي نقص نقصها ندير يعني ندير باش ندير العوار ندير غير جوج صباع هكا باش تجي ليا مقادة. ولي عندو الرشة معاها وتانية يرشم بيها ولي معندوش يدير غير يقص غير هكاك وصافي. المهم دابا غنقطعها كاملة ان شاء الله. المهم دابا غنكمل معاها التقطاع باش ما نطولوش عليكم الفيديو. دابا نكمل نقطعها كاملة وعاد غادي نولي معاها في التصوير. المهم دابا راني بقاوت انا قصيتها كيفاش كتشوفو هي قصيتها هكا مربع صغيورين صافي. دابا يعني غادي نجيب شوية اللوز يعني تسمت هنايا يعني كل حبة قسمتها على جوج يعني كل حبة قسمتها على جوج وصافي. دابا نبدا ندير كل مربع ندير فيها وحدة ايوا صافي. غنكمل معاها بحال هكا ومن بعد غادي نحشيها في الفران ان شاء الله. نشعلها اللون من تحت عاد نشعلها من فوق تحمر واحد شوية ايوا صافي. ندير شوية العسل نسقيها بيها ايوا صافي. هي القلاوة ديالنا واجدة. المهم دابا غنكمل معاها بحال هكا هكا غنكمل معاها تنساليها ان شاء الله. المهم هاك دابا راني كملت مع هذه يعني استفدت عليها كامل هذيك اللوز صافي. دابا غادي صافي هاهي القراوة تاعي واجدة كملت عليها يعني استفدت عليها هذيك اللوز كامل صافي. دابا غنمشي نحشيها في الفران ان شاء الله. المهم نستناو تطيب ان شاء الله ونكمل معها التصوير. المهم دابا عندي هنايا العسل اللي حليتها غنكب واحد شوية هنايا الله تبارك الله ولدي صافي. المهم غادي ندير شويه الماء زهر باش نخلط مع العسل راه جاي ماما. المهم دابا غادي ندير شويه واحد جوج الفتات تاع الماء زهر ولدي مخلانيش كاع صدعني هنا مخلانيش كاع نصور على خاطري. المهم غادي نحرك هاد العسل هادي بالماء زهر راه الشغل ديالها ساهله ديال القلاوة لي ماشي بشي حاجة دغيا كتوجد لي عزيز عليه الحلاوة ينوض يدير الحلاوة. صافي المهم هي هاد العسل لي خلطت معاه شوية د الماء زهر صافي. دابا غادي نستنى القلاوة ديالي تطيب ان شاء الله وصافي غادي نكب عليها هاد العسل صافي غادي نوجدها تكون واجدة ان شاء الله يا ربي. القلاوة ديالي ها هي طابت راك كنت كنحيد لها الكيعط قلت لها كاع ما شعلتش تليفوني باش نصور نوريكم الاول يعني هذاك الكيعط اللي كان طايب باش تعرفوا يعني ما خليتوش لتحت طابت القلاوة ديالي يعني راني جبت نص باقي لينا باش نوريكم قدامكم. ها هي كيفاش كنجبدها شفتوها بنيتي وجبدو ها هو حيدتو يعني باش هذوك القلاوة تبقى لتحت فهمتو. هذيك الكيعط ويلا راكم شفتو يعني شفت لي بات فوتي يعني حطيتها مع الكيعط ديالها فطبعاً شفتو عيني بعينيكم تجبدوها غير هي بلاتي ايوا صافي. وتخليو هاد البقلاوة في البلاطو عاد تكبو عليها كبو عليها لاخر العسل ان شاء الله يا ربي. صافي هادي هي دابا غادي نكب عليها العسل نكب عليها غير شويه شويه نسقيها بالعسل ونخليها تشرب واحد شويه ايوا عاد نزيد عاد
قعدنا الزام ديالها في الكويغ نتوما الطوق ديالكم بغيتو تخليوها هكا تخليوها، بغيتو ديروها في الكويغ ديروها. المهم هكاش غنسقيها كاملة كتبان لكم ولا لا، نحضرها سخونة ايوا صافي. المهم دابا راني كبيت عليها هاد العسل صافي، ها هي صافي كبيت عليها العسل كامل سقيتها بالعسل. دابا غنخليها تشرب واحد الشويه، يعني راه العسل بدا لتحت غنخليها تشرب حتى تشرب كامل العسل، عاد يعني نبقى نقلها مرسويات مرسويات صغيورين، يعني المهم نعاود لها القصه ديالها. ايوا صافي نقدموها ان شاء الله بالصحه والراحه. المهم ها هي البقلاوه ديالي كيفاش جات، يعني قطعتها ودرتها في كويغطات. المهم كيفاش جات ليا شوفوا هادي هي. المهم والاخرى خليتها بلا كواغط عاوتاني، ها هي كيفاش جات ليا، يعني خليتها بلا ما درتها بلا كواغط لا والو، يعني درتها في واحد الطبسيه وصافي. والاخرين عاود دايرهم هنايا كويغطات صغيورين. ايوا صافي هادي هي القلاوه ديالي تاع النهار. المهم كنقدمها لكم الصحة والهنا، ماشي هيتكم العقبة شي الأكلة أخرى عاود إن شاء الله يا ربي الحبيب. إيوا هادي هي، يلا السلام عليكم.